بيقولوا اسعار الفراخ البيضه وصلت 100 جنيه في المحلات والبيض وصل 190 جنيه. تعالوا نعرف الحقيقه النهارده. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. النهارده الاسعار اللي هنقولها دي اسعار الاربع ان شاء الله 25/9/2024. حلقه اسعار جديده كملوها معانا للاخر. ولكن قبل ما نبدا كالعاده ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش انزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بايديكم وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد عنده اي سؤال يكتبوا لنا في التعليقات تحت الفيديو. اي حد عنده دوره تسمين المتابعه معايا مجانا لاخواتنا المبتدئين من كتكوت لحد 10000 كتكوت، المتابعه مجانا ولكن على التليفون مش على الواتساب يا جماعه لان الواتساب زحمه جدا. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندنا حلقه اسعار مهمه جدا كملوها معانا للاخر. امبارح نزلت لحضراتكم حلقه بالاسعار وطلبت من اخواتنا المتابعين كل واحد ينزل في التعليقات يكتب لنا اسعار البيض والاعلاف والكتاكيت والفراخ البيضه عندكم في المحافظات بكام. فلقينا الحقيقه تعليقات كتير جدا جدا، هحاول يعني احطها لحضراتكم او اقرا منها جزء بسيط. احد المتابعين في بني سويف قال ان الكتاكيت عندهم وصلت 48 جنيه، حد تاني اسيوط قال برضو الكتاكيت 48 جنيه، اسوان 49 جنيه، اسكندريه 47 جنيه. بالنسبه لاسعار الفراخ البيضه برضو قالوا اسعار مرتفعه جدا بالنسبه للفراخ وكمان البيض في المحلات. حد من اخواتنا المتابعين بيقول في جرجه البيض ب 190 جنيه في المحلات والفراخ البيضه وصلت 100 جنيه في المحلات. حد تاني بيقول الفراخ وصلت 95 والبيض وصل 80 جنيه. حد تالت بيقول ان الفراخ البيضة وصلت 193، التعليق قدام حضراتكم مش عارفة ازاي، وان الدنيا كلها على الشعب او على المستهلك. تعليقات كتير جدا هحاول احط لكم جزء بسيط كده منها، ولكن الاسعار كل اللي انا قلتها دي مش حقيقة يا جماعة. الاسعار اللي هنقولها داخل الفيديو هي دي الاسعار الحقيقية، ولكن كل الاسعار اللي انتوا بتقولوها دي في التعليقات دي كلها يعني سرقة واستغلال من التاجر. اعلى سعر فراخ امبارح كان في المحلات كان واصل 80 جنيه، 81 82 بالكتير، ولكن توصل معاك ل 100 جنيه في جرجة ده حرام، ده افتراء، ده استغلال. هي مش ناقصه يعني، مش ناقصه ان التاجر يستغل اصلا المستهلك، هي الحكايه مستكفيه يعني. طيب اسعار البيض كمان يا جماعه اي نعم مرتفعه، واحنا في مدارس وموسم مدارس وخلاص داخلين بقى على الشتاء والكلام اللي حضراتكم عارفينه، ولكن الاسعار ما وصلتش ابدا 190 جنيه يا جماعه في اي نوع من انواع البيض. خلاص تعالوا بقى نشوف الاسعار النهارده الحقيقيه، والاسعار اللي بنقولها دي هي اسعار تنفيذات النهارده لاخواتنا اللي بيبيعوا فراخ، يعني الناس اللي هتسلم النهارده في المزرعه هتسلم بالسعر اللي انا هقوله، واخواتنا المستهلكين هيشتروا بالاسعار اللي هنقولها برضو بكره ان شاء الله اللي هو الاربع 25/9/2024. صلوا على الحبيب المصطفى وحطوا لايكات كتير واكتبوا لنا يا جماعه حضراتكم من اي محافظه والاسعار عندكم عامله ازاي علشان نبقى عارفين، لان برضو اخواتنا من اسكندريه بيقولوا ان الفراخ البيضة عندهم وصلت 95 والبيض برضو وصل 190 جنيه و195، وفي ناس بتقول لي في فتح الله البيض ب 210. هل الكلام ده صحيح؟ انتوا برضو اكتبوا لنا وعرفونا الدنيا فيها عندكم عامله ازاي. شيروا الحلقه وحطوا لايكات كتير جدا علشان الناس كلها تعرف الاسعار الحقيقيه والفعليه النهارده. وصلوا على الحبيب مصطفى، ولو لسه مش مشتركين اعملوا اشتراك، ولو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد. ويلا بينا. البط البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120، المسكوفي 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، المولر ارض المزرعه 85 والمحلات 95، الفرنساوي ارض المزرعه 72 والمحلات 82 جنيه للكيلو، الحمام البلدي ارض المزرعه 140 والمحلات 150 جنيه للجوز، السمان ارض المزرعه 90 والمحلات 100 جنيه للجوز، الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 110 والمحلات 120، الروم الابيض ارض المزرعه 95 والمحلات 105 جنيه للكيلو، الارنب ارض المزرعه 115 والمحلات 125، الفراخ البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120، الرزي والفيومي ارض المزرعه 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، الساسو ارض المزرعه 90 والمحلات 100 جنيه للكيلو، امهات الساسو ارض المزرعه 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو، ابيض بياض ارض المزرعه 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو، احمر بياض ارض المزرعه 75 والمحلات 85، امهات الفراخ البلدي ارض المزرعه 90 والمحلات 100 جنيه للكيلو، امهات الفراخ البيضه الهبرد الكبيره ارض المزرعه
75 والمحلات 85. اما عن اسعار الفراخ البيضة النهاردة المعلن 76 والتنفيذ الفعلي ارض المزرعة 75 والمحلات من 80 ل 83. وما تشتريش باكتر من كده كمستهلك، والمحافظات الكبيرة ممكن يوصل معاك ل 84. اكتبوا لنا في التعليقات حضراتكم من اي محافظة والاسعار عندكم عاملة ازاي في الكتاكيت والبيض والاعلاف وكمان الفراخ البيضة في المحلات. اما عن اسعار البيض النهاردة ثبات في التنفيذات، الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 160 والمحلات المستهلك 170، الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 165 والمحلات المستهلك 175 جنيه للطبق. اما عن البلد النهاردة من التجار للمحلات 160 والمحلات المستهلك 170 جنيه للطبق البيض البلدي. اما عن اسعار الاعلاف النهاردة ثبات، الطن بيتراوح من 19500 لل 22400، والعبي هو قطعي في المحلات ال 25 كيلو، 520 بادي السوبر، 510 نامي، 505 ناهي، والكيلو قطعي في المحلات 23 جنيه. اما عن اسعار الكتاكيت يا جماعة حدث ولا حرج، والشركات مصرة تكسب مليون في المية. البط المولر المحلي 53، مولر مستورد 63، الفرنساوي 35، شريفان 30، بكيني 27، البيور 43، مسكوف مخلط 57، المسكوف الار 41 من 58 ل 61 للأسف، رومي بلدي اسود 50، رومي برونزي 50، السمان من 7 ل 10 على حسب العمر، الجميزة البيور 26 جنيه، جميزة بياض من 20 ل 22، فيومي بلدي 13 جنيه، رزي على وشه 23، رزي فرزي ديوك من 27 ل 28 ومش موجود، رزي برابر من 19 ل 20، ساسو جلتاني من 21 ل 23، ساسو شفر مزارع النهارده من 24 ل 25، والهجيني من 21 ل 22، بلدي حر 13، بلدي مشعر 14. اما عن الكتكوت الابيض الاهالي ارتفاع للاسف، ارض المعمل 38 وللعميل 39 والشركات بادئ من 40 ل 47 جنيه، ايوه ل 47 جنيه للاسف. الشركات مش رحمه المربي ومش عامله اعتبار لاي حد، وما يهمهاش غير جيبها واللي يحصل يحصل في سوق الدواجن او صناعه الدواجن بصفه عامه اصلا مش همها. دي كانت الاسعار المعلنه النهارده، نتمنى يكون القادم افضل. لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير، اعملوا اشتراك وفعلوا جرس التنبيه علشان كل يوم بنجيب لكم الاسعار الحقيقيه والفعليه من داخل السوق. دي كانت الحلقه النهارده، شكرا جدا ليكم على حسن المتابعه، بحبكم جدا في الله. شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربيه، استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير، تحياتي للجميع.